خالد الفحل مدير منتدب لدى مجموعة ليمونة مطيشة. مجموعة ليمونة مطيشة كتمثل الآن 100,000 طن ديال التصدير من حوامض والبواكر بما يمثل 7% من الصادرات الوطنية في هاد المنتوجين. مجموعة ليمونة مطيشة اليوم كتقوم بانطلاقة المنطقة الصناعية ليما. هذه المنطقة الصناعية اللي كتمثل استثمار بغلاف 400 مليون درهم ل 180 مليون درهم ديجا في ديجا استثمرات. وهذه المنطقة كتهدف إلى خلق 500,000 يوم عمل ل 200,000 عمل موفرة من طرف الوحدات الموجودة على الآن. هذه الوحدات الموجودة الآن كاينة لاستاسيون ليموناميد، هذه محطة تلفيفي في الحوامض ذات القدرة التصديرية ديال 60,000 طن. حنا الآن اليوم وصلنا 39,000 طن وإن شاء الله سوف ننهي السنة ب 45,000 طن. كاينة أيضا محطات تلفيف البواكر ليمونا بريم اللي عندها قدرة 15,000 طن وحنا الآن وصلنا ل 10,000 طن. هذه المنطقة أيضا كتعرف وجود عدة مستثمرين اللي هما أولا كنذكروا شركة سي ام سي بي في لومبالاج كارتون، وغتعرف قدوم أربعة مستثمرين جدد. في الأول غيكون غتكون مشروع في لومبالاج بوا، ثاني في ما هو فيلي أغريكول، والثالث أيضا غيكون في مجال ريسيكلاج بلاستيك. مازال هناك عدة مشاريع أخرى مخصصة في السنتين القادمة. هذه المنطقة للتخصص الأول ديالها هو تحويل المواد الغذائية. فعلا هناك مشروع قادم لكومبلكس ديال العصير الحوامض وأيضا المنتوجات المصبرة للخضر. هذا غادي يعرف بوحده غلاف مالي ديال 150 مليون ديال الدرهم. هذه المنطقة الصناعية هي منطقة غنية ومقسمة لأربعة أشطر. هناك منطقة غذائية، صناعة غذائية، هناك منطقة لوجستيكية اللي كتعرف استثمار ديال 40 مليون ديال الدرهم، هناك منطقة تجارية فيها عدة بقع مخصصة لاستيعاب مشاريع تجارية ديال 1500 متر لكل مشروع، وأخيرا هناك منطقة تقدم خدمات لساكنة المنطقة اللي غتعرف عدة بنية تحتية منها مسجد، منها مركز لمحو الأمية، منها مؤسسة لتشجيع المقاولين الشباب، انكوباتور دو ستارت اب، وايضا هناك منطقة مخصصة للتعاونيات الصغرى وعدة خدمات أخرى موجهة مباشرة لساكنة منطقة سبت القردان. في الأخير يمكن أن نقول أن المنطقة الصناعية ليما غادا تعطي دفعة نوعية لمنطقة سبت القردان التي تعد من أحسن مناطق إنتاج الحوامض بالمغرب، وشكرا.